وزير الخارجية يؤكد على حق الأمن والسلام للفلسطينيين. وزير الداخلية يدعو إلى تعزيز حماية الحدود الخارجية لأوروبا. مطالب نمساوية لتسريع انضمام منطقة غرب البلقان للاتحاد الأوروبي. نيهاما يعبر عن سعادته بعد عامين على توليه منصب المستشار. حركة Fridays for Future في النمسا تتبرأ من تصريحات سوننبيرغ المؤيدة لغزة. فوضى عارمة في النمسا بعد عاصفة ثلجية جديدة. محطة فيينا المركزية تحقق المركز الثاني أوروبياً بالخدمات. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ على حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمان، خاصة سكان قطاع غزة، بعد إجلاء 31 فلسطينيا مزدوج الجنسية. جاء ذلك عقب لقاء شالنبرغ مع عدد من النمساويين مزدوج الجنسية من أصل فلسطيني الذين تم إجلائهم من غزة، أن النمسا لن تتخلى عن مواطنيها وتوفر الأمان لهم، مشيرا إلى التزام النمسا بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأعرب شالنبرغ عن دعم النمسا للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مطالبا بتوجيهها للمحتاجين دون عوائق. أكد وزير الداخلية النمساوي جيهارد كارنر على أهمية تعزيز حماية حدود الاتحاد الأوروبي وعدم إمكانية حرية السفر حاليا لأسباب أمنية. وشهدت جلسة وزراء الداخلية في بروكسل التأكيد على الحاجة لحماية الحدود ومناقشة منطقة شنغن واتفاقية اللجوء، حيث أكد كارنر على تعزيز الحدود بشكل فعال وتحسين منطقة شنغن دون زيادتها حاليا، وتطبق 11 دولة أوروبية ضوابط حدودية بسبب مخاوف الأمن والإرهاب والأحداث في أوكرانيا. وكان كارنر قد التقى بزملائه من عدة دول أوروبية فعالة لتبادل الآراء. قالت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر أثناء زيارتها إلى البوسنة والهرسك أن تسريع مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي هو مطلب أساسي. وأكدت تانر على أهمية الاهتمام بجوار أوروبا وسط التحديات العالمية، حيث يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل فتح مفاوضات انضمام كلا من أوكرانيا ومولدوفا. وشدد وزير الخارجية النمساوي شالنبرغ على أهمية فتح المفاوضات مع البوسنة، مشيرا إلى أهمية توازن الإشارات لمواجهة النفوذ الروسي في المنطقة. أشاد كارل نيهاما بفترة رئاسته للحكومة النمساوية منذ ديسمبر 2021، والتي حصل عليها بعد استقالة سيباستيان كورز وسط اتهامات بفضيحة فساد. وأشاد نيهاما بالقرارات المتنوعة التي اتخذها، مثل إلغاء التقدم الضريبي البارد إلى حقوق الحصول على المعلومات ومشاركة البلاد في مهمة سكاي شيلد للدفاع الأوروبي، وكذلك الإصلاحات في رعاية المسنين والأطفال ورفع مستوى المساعدات الاجتماعية. وقد انتقده الحزب الاشتراكي بشدة، واصفا أداءه بأنه فشلا كلي وإهمال في التعامل مع قضايا الغلاء والصحة. رفضت حركة Fridays for Future فرع النمسا تصريحات الناشطة السويدية غريتا سونبيرغ التي اتهمت فيها إسرائيل بالإبادة الجماعية لسكان غزة. ولاقت تصريحات سونبيرغ ردود فعل متباينة وأثارت جدلا واسعا، حيث اتخذت فروع الحركة في النمسا وألمانيا موقفا مغايرا،
مؤكدة التزامها بالقيم الإنسانية والقانون الدولي حسب زعمها. وفي موضوع متصل شكر المستشار نهاما أمير قطر الشيخ تميم في اتصال هاتفي لجهود بلاده في الوساطة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى حماس. شهدت النمسا اليوم عاصفة ثلجية عنيفة قوية متسببة في فوضى مرورية وحوادث سير خاصة في فيينا. وأفادت الشرطة بتعطيل العديد من حركة السكك الحديدية وإلغاء بعض القطارات والنقل العام بفعل التساقط الكثيف للثلوج، وعبرت شركة النقل عن استعدادها لتحمل تكاليف الإلغاء والتأخير على الرغم من عدم قدرة المسافرين على المطالبة بتعويضات. وخلال الساعات الماضية تم الإبلاغ عن أضرار جراء انهيارات الجليد والتي تسببت في أضرار مادية في العديد من المناطق. حققت محطة القطارات هاوبتبانهوف في فيينا المرتبة الثانية أوروبياً كأفضل تجربة للمسافرين، فيما حققت محطة زيورخ المرتبة الذهبية. وحسب دراسة كونزومر شويز سنتر لأكبر 50 محطة في أوروبا بناء على تجربة الركاب، حققت محطة هاوبتبانهوف فيينا المرتبة الفضية ب94 نقطة. وتصدرت برلين وبايرن وأوتريخت قائمة العشر الأوائل، ويشمل التصنيف عوامل مثل خدمة الإنترنت وسهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة ومواعيد الرحلات إضافة للأسواق الملحقة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.